زين على الذي يقول كيف حالك؟ أنا شايف ما له فايدة يعني شايف بس يجي عجز وسامي ما له شايف له شارك. هذي ما له في الوسط. إيش اللي تقول؟ بدي لك بدي لك ما غني ولا قالوا قد كم به واحد ذكرت نكتة نكتة قلت تضحككم يعني من باب الانسجام سكرة وصل له عند مرده وقدوا آخر الليل قدوا سكرا قوي وبعدها بيفتح الباب ما استرش يفتح ومرته سمعت قفتشة قالت ايش هذا بدت ها هو انت انذق لك المفتاح قال لا لا المفتاح معي انذق لي الخزقي حق الباب على اساس ايوه نبدأ الله أدي لكم يعني موال إحنا هنا لا يمكن أن نرجع ولا نفارق ساحة التغيير سنة وثنتين أو ثلاث وأربع حتى يمن الله بالتحرير ولو أكون في فوهة المدفع أو فوق ظهري يمشي الجنزير اسمع هتاف الثائرين اسمع وكل صرخة تعلن التحذير بعد الخروج ما زد بقى مرجع لا زيف لا ردة ولا تغرير أهل اليمن دائما وبدا مكتوب عليهم قلة الراحة من يوم جاهم عليته سأل الرجال ضاع في الساحة والله هذه عجب يقول قدر حال الرئيس بس النظام ما قدر حال والله ما يقول شعب اليمن كامل بعد الثلاث ما بقى لك حل بعد الثلاث ما بقى لك حل لا محاور لك ولا قابل ولا مفاوض شخص يتدخل يا مين بلا مقبل الباطل القاطع صاتك يا علي وارحل شعب اليمن من خوفي لا باجي البركان يتفجر ويتزلزل الجيش والفلاح والعامل والشعب يقول قال لك تفضل الشعب كل
ما غاد باقي لك هنا فاضل غابات نجومك يا الله توكل يا مطر ومطر سر بسايلك سر للرئاسة جر نخرج المدبر يا مطر ومطر أله ثلاثة أشهر ما رضي يخر اسحب وهزر زفر زفر يا منار ومضر للحدود عبر واليمن تسفر والحياة تنور والشجر تفر يا منار أيوة هو الواحد يستمطر ويعاد يصبر إن شاء الله. أنا مرة غنيت على الجمعة اللي كانوا يفعلوا الجمعة الجمعة حقهم كل جمعة ورا جمعة ولا تعقل جمعة ورا جمعة ولا تعقل والشعب صيح صيح يا علي توكل والشعب صياح يا علي توكل سر يا حره لك بشار سر أهلي وأصحابي سر يا ثوره ثوار وانت قاتل إرهابي العار العار يا للعار يا حاكمين بلادي سلمية تضرب بالنار والقبل أصبح شي عادي ظنيتك أسد يا بشار في عام 2000 ميلادي لكنك ثعلب مكار بتغادي بتغادي قتلت النسوة يا مجنون هذه أكبر فضيحة ما سوى مثلك شارون يا أستاذ الشبيحة يا سلام يا سلام على سلام الله كان معنا رئيس جنتل ومشهور لبيس كان همه فقط يظهر بأرق الملابس يو قرع كل شيطان كان همه فقط يظهر بأرق الملابس كان يهم القماش واللون والخامة هالعيس أنتوا فاهمين إيش معنى العيس؟ بعضهم يقولون إن الجمال لا العيسى أن يضخم المهم قلنا بقيمة البدلة بقيمة البدلة بدلة شاشلة لبيت بدلة شاشلة لبيت بدلة وشيلة لي صرفة وشيلة لي صرفة صرفة من بر لا زيت صرفة من بر لا زيت صرفة من بر لا زيت أما الشميز حقه أما الشميز حقه حقش أزوجني حقش أزوجني حقه ودي كبار الموت ودي كبار الموت المضرب انت غني المضرب انت غني وقيمة الجزمة بقيمة الجزمة جزمة شاشلة لباس
جزمة شجر لباس جزمة أو تكسر الإجرة أو تكسر الإجرة إجرة أو أشتري شاص إجرة شاص شاص جديد ساعة الباص تحية لك أيها الرصاص حياك الله يا استاذ والله نبدي كلام أعظم من الرصاص الحين أيوة نبدي الحين شعار رددوا معنا ثورة وحدة حرية عدل وديمقراطية ثورة وحدة حرية خلهم ديمقراطية من ثورتنا السلمية ننشد دولة مدنية دولة للقانون تشهد يحكمها شعب موحد يحكمها شعب ما هي لعلي ولا أحمد ولا عهد الملكية ما هي لعلي ولا أحمد ولا عهد الملكية اليوم جسدنا الوحدة من حفوة بيد لا صعدة اليوم جسدنا الوحدة من حفوة بيد والشعب يجدد عهده تحيا الوحدة اليمنية نرجع للشعار لأنه الشعار يعجبني الصدق بارق العز ثور بارق العز لاح وقريبا سيظهر مثل ضوء الصباح أنا شعب اليماني صادق الانتماء لا أذل لثاني غير رب السماء نحن شعب نكون حيثما الحق كان لا ندين فلانا والمدان فلان طبعا اسمع ذكرت يوم قرحوا هولك دي قرحوا تذكروا اها فقلنا يعني نفعل لهم اغنيه هكذا تجربه ان سافرت ما يجي فعلنا احسن منها انتم تكونوا تقولوا ما يصح الا الصحيح تمام اليماني قال تصحيح ما يصح الا الصحيح محجر رقصاوي الريح اشمع الوجه القبيح ما يصح الا الصحيح اشمع الوجه القبيح المساء قرح ويطبل وصبح بيت عضل ما يجد ملبس وما كل الجنان والرشيح إلا إيش جنان والرشيح لا سرج لا غاز في البيت لا دقيق لا كوب زيت بس في القريح ينحيت للفساد يهتفي يصيح للفساد يهتفي يصيح حالته تصعب على ابليس بس متعصب ضصيص لو يجوع عيس في ابو عيس دام انه مستريح دام انه مستريح قلت ليل المتنصر وش معك يا مقتصر قال لا سكر ولا بر بس روح في النبيح بس روح في النبيح يا لطيف ما قال لي عقلي نيتي في البهذلة للصوص شاقي ما غهله اشمع ابو في المديح اشمع ابو في المديح
اجمع ابو في المديح ما يصح الاصحيح. ليلة القريح شق بقمس اربع الذهب بعد ما قرحت قلب ونطح راسه نطيح ما يصح الاصحيح. قاد نطح راسه نطيح.